رقم اخره 81. سيده بتسال: لو سمحت، عندي سؤال محيرني ومحير ستات متزوجات كثيرات زيي. واضح السؤال قوي جدا. بتقول: هل الاعمال المنزليه من طبخ وكنس وغسيل وغيره من واجبات الزوجه، مع العلم ان ده بالنسبه ليها بيشكل عبء جسدي وتعب وارهاق لانها لم تعتاد على شيء كهذا، هل هو من واجباتها الزوجيه ولا الزوج هو اللي مكلف ان هو يشيل عنها الاعباء دي او يوفر ليها خادمه؟ الفقه الإسلامي بيرى أن هذه الأعمال ليست من واجبات الزوجية، هذا هو الفقه الموروث الذي ورثناه. وكان الإمام النووي رحمه الله تعالى يتكلم عن: ولقد صارت نساء المسلمين على سنة حسنة. بيعظم شأن نساء المسلمين. على فكرة الإمام النووي لم يتزوج وفرغ نفسه للعلم ومات شابا 45 سنة. فقال إنها القيام بأعمال المنزل اللي ذكرتها الأخت الفاضلة يعني هو سنة حسنة تولتها نساء المسلمين. عايز يقول للرجالة إن مراتك بالقيام بيها بكل ده كان يجب عليك انك تأتيها ليها بخادم، وكان يجب بخادمة يعني، وكان يجب عليك ان انت تنفق وكذا، لكن هي الحمد لله رفعت عنك هذا البلاء. واضف الى هذا كمان ان المرأة اضيف اليها تربية الاولاد، يعني من الرضاع لغاية ما يخرج الولد من الكلية وهي يعني عامله عتلهم. فكل الحاجات دي من اليد والمنة للمرأة على الرجل. فينبغي بقى ان هو يعني يدللها، ان هو يقول لها كلمة حلوة في مقابل انها شالت الحمل ده كله، ان هو يعني يكون لها رفيقا وصديقا. لو فهم الرجل هذا، لكن الرجل فاهم ان هو اشتراها من سوق النخاسة، وانها عبد عنده، وانها الرجل راجل والست ست، فيبقى الرجل راجل هنا مش ان هو منفق وحنون، لا ده ضراب، لا دي قلة ادب ولا علاقة الاسلام بها. هذا هو الفقه الموروث وهذا هو الدين، ويجب علينا ان نغير من ثقافتنا وعقولنا، وأن نعامل النساء بأشرف من هذا وبأجل وأبر من هذا. ونقول لكل امرأة قد تزوجت فتحملت مسؤولية بيتها: شكرا لك، أعانك الله، ربنا سبحانه وتعالى يعينك فيما أقامك فيه، ودي مملكتك فأحسني قيادة وإدارة مملكتك. فرسول الله يقول عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية وهي مسؤولة في بيتها، وهي مسؤولة عن رعيتها. بارك الله فيكم.